أنت تملك حلا سحريا لكل مشاكلك، فلماذا لا تستخدمه؟ إنه حل سحري لجميع حاجاتك المالية والصحية، مشاكل العمل، مشاكل المنزل، جميع المشاكل، وهو متوفر بيدك، لا يكلفك جهدا ولا وقتا ولا مالا. هل جربته مرة من المرات؟ إنه شعور معين يقع في القلب، إذا رآه الله موجودا في قلبك فإن الله سيكفيك وسيقضي لك كل حاجاتك عاجلا أو آجلا. إنه التوكل، فكيف تتعامل مع الله إذا توكلت عليه؟ التوكل هذا الشيء العجيب الذي يحقق لك كل ما تريده. التوكل هذا لا يتحقق إلا بشرطين اثنين، الأول الاعتماد على الله، الشرط الثاني بذل الأسباب. وعلى هذا فالناس في التوكل ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الذي يتوكل على الله ولكن لا يبذل الأسباب، وليس هذا من الدين. أما النوع الثاني فهو الإنسان الذي يبذل الأسباب ولكن قلبه متعلق بهذه الأسباب، يعتمد قلبه على هذه الأسباب، وربنا سبحانه يقول لنا قل إن الأمر كله لله. انتبه، الطبيب ليس هو المشافي، بل الشافي هو الله، ولكن الطبيب سبب، فقط سبب. فكم من إنسان يصاب بنفس المرض الذي أصابك ويأخذ نفس الدواء الذي تأخذه ولكنه لا يشفى وتشفى أنت، لماذا؟ لأن الله هو المشافي. إذن إذا أردت أن تحصل على كنز التوكل فلا بد من شرطين اثنين، الأول الاعتماد على الله بالقلب، الثاني بذل الأسباب. إذن المطلوب هو أن نكون من النوع الثالث، أن نعتمد على الله مع بذل الأسباب، فإذا جمع الإنسان بينهما حصل له من الفتوحات الربانية ما لم يخطر له على بال. بالضبط كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه. قال تعالى في آخر الآية إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلنحسن التعامل مع الله تعالى إذا أردنا التوكل عليه، وصدقوني سنرى من رحمة الله ما لم يخطر لنا على بال، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.